حط البنات والعربية دي تعالوا ورايا يلا بسرعة. انتوا مستنيين ايه؟ خلصوا عليه. انا هجري من هنا احاول اهيم وانت لف من الناحيه الثانيه حاول تنقذ امانه ودعاء يلا بسرعه. تمام كده يا صاحبي الحقهم يا حربي. مش انت مجنون؟ يلا بسرعه يلا يا رشا. يلا يا باشا اطلع بسرعه من الباب اللي وراني يلا. بسرعة المطار يا رشا. الو ايوه سعادة الباشا الدنيا اتربكت على الاخر الورق ما جاش والبوليس هاجم المزرعة والبضاعة والبضاعة هناك يعني البوليس ممكن يلاقيها. انا اتفضحت يا عزيز باشا اتفضحت. اهدى يا نعيم اهدى. رشا جنبك؟ ايوه رشا معايا يا باشا. ادهانا اكلمها يا فندم. اقولك ادهانا اكلمها. عزيز بيه عايز يكلمك. ايوه يا عزيز بيه امرني يا باشا. تحت امرك يا باشا. انت بتكلم عزيز وعزيز بيكلمك. ما بترديش عليا ليه يا رشا؟ اهدى يا باشا دلوقتي روح لعزيز بيه هو يفهمك على كل حاجه. فهمنا على ايه؟ ها؟ فهمنا على ايه؟ ما تنساش حضرتك انه عزيز بيه هو الراجل الوحيد اللي يقدر يطلعك من الورطه اللي انت فيها دلوقتي. بلاش يا أكر ده كان هيموت عشاني. عارف يعني ايه كان هيموت عشاني؟ جاي دلوقتي تقولي بلاش؟ انا مقدر مشاعرك بس انت كمان لازم تقدري الظروف. بعدين بعدين هاخدك ونروح للمستشفى. يعني اسمع كلام اخوك هو عنده حق. شايف العربية اللي واقفة هناك دي؟ مالها؟ عزيز بيه جواها وقاعد مستنيك. اتفضل انزلوا.
اتفضل يا باشا. عزيز بيه، كويس ان انت جيت بنفسك عشان نشوف هنتصرف ازاي في الموضوع ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ تعال أقدم لك يا باشا صلاح بحر المحامي. أهلا أهلا أهلا، أنا سمعت عنك كتير الأيام اللي فاتت دي، كان نفسي أقابلك وأتعرف عليك. ده أنا ليا الشرف أتعرف على سعادتك يا باشا. لا 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 لا، أنا مش باشا ولا حاجة، أنا اسمي عزيز بيه، الباشا هو أنت. اتفضل اتفضل اركب يا صلاح باشا. اتفضل يا باشا. لفينا ما لفينا صاحبي، ولا المكيكة تطلع بينا في العالي، جابتنا سبع عرض، ولا يهمك يا زين، طالما أنا وأنت كويسين، هتوظ في أي حاجة يا جدع، وبعدين ما تقلقش، مسيرة بيلي هترجع تلعب معانا من تاني. كيكة هتطلع في العالي. عم بقى بلاك كيكة بلاك نافع. انت ايه يالا؟ انت ما بتحرمش ولا ايه؟ ده احنا كتب لنا عمر جديد. بصراحة بقى كده احلى. كفاية كده، احنا استوينا. اللي تقول عليها صاحبي. بلاها الكيكة. ازيك يا زين يا ابني؟ ألف حمد لله على السلامة. ما يهمكش أي حاجة، المهم إن أنت بخير. تشكر يا عم نوفل. ازيك يا حربي يا ابني؟ الحمد لله يا عم نوفل، الحمد لله. إيه يا دعاء؟ واقفة بعيد كده ليه؟ مش تيجي تطمني على خطيبك؟ كويس يا زين؟ بخير. بخير طول ما انت بخير يا دعاء. امال فين الست عطيات يا عم نوفل؟ ست عطيات؟ ما خلاص طلعتها وبيت تلاتة. والله خير ما عملت. تعالي يا أماني. ازيك يا حربي؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. أنا جيت لك النهارده يا حربي عشان أماني كانت عايزة تطمن عليك، وعشان أشكرك كمان إنك وقفت معايا عشان أنقذ حياتها. تشكرني على إيه يا أكرم بيه؟ أنا كنت السبب في الخطر اللي تعرضت له أنسة أماني، بس والله العظيم والله العظيم ما كان قصدي أعرضك لأي خطر.
عشان كده كنت مستعد اعمل اي حاجه، ان شاء الله حتى اموت بس تبقي بخير. عارفه يا حبيبي، عارفه. انا عايزك تعرف ان كل التصرفات اللي تصرفتها معاك كانت بدافع حبي لاختي وخوفي عليها، لكن النهارده يا حربي عايز اقول لك انك طلعت انسان شهم ونبيل وقد المسؤوليه. عشان كده لما تقوموا بالسلامه وتخرجوا عايزكوا تدوا لي المكتب عشان نخلص القضيه بتاعت نعيم ونخلص من الموضوع ده كله. الله 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 الله، ايه يا عم انت وهو؟ استحليتوا قعدت المستشفى ولا ايه وننام على السراير؟ قوم يا عم احنا ورانا شغل كتير. انا كده بقولك، انا كده ليه؟ وبعدين شغل ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ وخلاص كله راح الا المستودع. مستودع ايه؟ مستودع المعلم الله يرحمه. انا خلاص اشتريته بالمزاد وكتبته باسميكم. حضرتك الجميل اللي عملتوه فيا طلعتوني من اللعبه المجند اللي دي. بس بقول لكم ايه، الشغل الجديد ده ما فيهوش ايه ولا في ايه، وربنا يوفقنا. وانا بقى بصراحه ما اقدرش على شغل المستودع ده لوحدي، وقررت اخدكم معايا. بس يكون في علمك انت اهو، من هنا ورايح انا اللي ايه، انا الكوماندا وانتوا السبان عندي. ماشي يا معطره تنفس بقى. كده انت اهو حاجه. طب انا